الفيديو ده هيبقى فيديو من نوع خاص، لان الفيديو ده غير اي فيديو اتعمل على القناة قبل كده. كل الفيديوهات اللي كنت بعملها ما كانش الموبايل بيبقى معايا، لكن الفيديو ده الموبايل كان معايا. والموبايل اللي هجيبه لكم في الفيديو ده، الموبايل ده كان منه نسخة واحدة في دمياط، انا من دمياط. الموبايل ده كان فيه منه نسخة واحدة بس، النسخة دي انا اللي جبتها. تمام، الموبايل اللي انا جايبه لكم، تعال عشان ما حدش يعرف نوعك. الموبايل اللي انا جايبه لكم في الفيديو ده هو الاوبو رينو 5 مارفل اديشن. علبة الموبايل اول ما نبص له كده مكتوب عليه كلمة ادفنجرز، اللي هي بتاعت فيلم الابطال الخارقين. تمام، خلينا بقى نفتح علبة الموبايل ونعمل له انبوكسنج. ليك انت على جنب دلوقتي. تمام، هنا الموبايل جاي معاه جراب، منظر الجراب جبار، طبعا مكتوب عليه مارفل. تمام، وده الدبوس بتاع الشريحة، عايز اوصل لكم منظره اهو. تمام، معمول عليه حرف الايه بتاع ادفنجرز، والسماعات بتاعة الموبايل مرسومة. شاحن اوبو، منظر الشاحن يا جماعة منظر بجد مش قادرة اوصف لكم منظره. برضو مكتوب عليه ادفنجرز وكلمة اوبو تحت. اوه، وصلت كابل اليو اس بي، جاية لونها احمر، طبعا مش يو اس بي عادي، يو اس بي سي. راس شاحن الموبايل جاية بقوة 65 واط، شحن سريع طبعا. تعالى بقى ما نشوف الموبايل، الجهاز نفسه. المنظر مش واضح لكم. تمام، شوية صور لظهر الموبايل، طبعا زي ما احنا شايفين مكتوبة ليه حرف الاي اللي هي بتاعت ادفنجرز، والموبايل جاي من 4 كاميرات خلفية، ومكتوب كمان من فوق عن الناحية على الناحية اليمين مكتوب اسم مارفل، وعندنا لوجو اوبو تحت. تمام كده، بس بصراحة تصميم الموبايل تصميم جامد، تصميم جبار، خاصة لو انت لسه شاب هيمشي معاك جامد. الموبايل ده عشان نبقى متفقين مع بعض كده هو الاوبو رينو 5. تمام، مع اختلاف بس حاجات بسيطه جدا، يعني لون الموبايل ومنظر الظهر. تمام، زي ما قلت لكم بقى مارفل وادفنجرز والحاجات دي، والازرار بتاعه الموبايل. الموبايل جاي بزرار لونه احمر من على الناحيه اليمين، جاي من على الناحيه الشمال بزرارين لرفع وخفض الصوت، وطبعا جاي المكان بتاع شريحه نانو سيم. تمام كده، الموبايل جاي ب5 كاميرات، 4 كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي. الكاميرا السيلفي دي كاميرا أحادية. تمام، طبعا الموبايل ده جاي بمعالج نفس المعالج بتاع الأوبو رينو 5 العادي اللي هو سناب دراجون 720G، واحنا هنجرب عليه لعبة كول اوف ديوتي وهنشوف بقى في تسقيط فريمات او في الحاجات دي، لان احنا طبعا المعالج كويس بس بالنسبة لسعر الموبايل فهو مش المعالج الأحسن، لأن انت بتتكلم في موبايل ب$510 ولا حاجة. الموبايل ده مش هقول لكم سعره دلوقتي، هقول لكم سعره في آخر الفيديو بقى عشان يبقى في حماسة وكلام من ده. تمام، فاحنا دلوقتي هنجرب كل فيديوتي على الموبايل، وطبعا بعد ما نجرب كل فيديوتي هعرض لكم شوية صور متصورة بالموبايل، وهعرض لكم فيديو كمان إن شاء الله. فخليها بقى ننزل كل فيديوتي دلوقتي ونشوف تجربة اللعبة هتبقى عاملة ازاي على الموبايل. كل فيديوتي من الالعاب التقيله، فخلينا نشوف الموبايل هيشتغل عليها ازاي. طبعا قبل ما نبدا كل فيديوتي او اي العاب او اي كلام من ده، طبعا كلنا ملاحظين الهاند فري دي شكلها غريب بصراحه. تمام، ومرسومه عليها من ورا رسمه كابتن امريكا وايرون مان، يعني ما حصلش حاجه اوبو لو كنت عملتها لنا ايربودز كان هيبقى شكلها احسن وكانت هتبقى شيك والكلام ده كله. تمام، طبعا هستعمل هاند فري واحنا بنلعب اللعبه عشان نشوف صوتها عالي ولا ايه نظامها. Headshot.
جربتهم كده. الموبايل حلو جدا في الالعاب، مش تسقط فريمات ولا في لاج ولا في اي حاجه. المشكله اللي حصلت بس وانا بلعب ان النت كان ضعيف، وانا قاعد في اوضه بصور فيها بعيده عن الراوتر، فهي دي المشكله اللي خلت النت ضعيف، فاللعبه حصل فيها اللاج بالمنظر ده. تمام، بس بقيت الجيم كان كل حاجه كويسه وتمام. الموبايل حلو جدا في الالعاب، مشكلته الوحيده بس ان هو بيسخن شويه من فوق. تمام، الموبايل زي ما قلت لكم جايب معالج السناب دراجون 720 جي بتكنولوجيا 8 نانو. شاشه الموبايل جايب مساحه 6.4 انش، فول اتش دي بلس، سوبر اموليد، بمعدل تحديث 90 هرتز. ممكن تتنقل بين 90 هرتز و 60 هرتز، بس يا اوبو لو كنت حطيت لنا ال 120 هرتز في الموبايل ده كانت هتبقى كويسه جدا، كانت هتبقى جباره. تمام، الموبايل جاي بخمس كاميرات، الكاميرا السيلفي جايه بدقه 44 ميجا بكسل. اما بقى عن الكاميرات الخلفيه، في الموبايل جاي بكاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه جايه بدقه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الخاصه بالتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعه جايه بدقه 2 ميجا بكسل، ودي الخاصه بالعزل. ودي شويه صور متصوره بالموبايل انا بظهرها لكم علشان تعرفوا الكاميرات بتاعه الموبايل اذا كانت حلوه ولا وحشه. لكن كاميرات اوبو احنا مش محتاجين نتكلم عنها لان معروفه من بدايه الموبايلات بتاعتها، يعني من اول ما شركه اوبو اتعملت والموبايلات بتاعتها الكاميرات بتاعتها كلها بتبقى كاميرات ممتازه ومفيش كلام عليها. فدي شويه صور متصوره بالموبايل وبس كده. دي كل حاجه عن حلقه النهارده. يا ريت بقى ما تنسوش تعمل لايك واشتراك في القناه، بس لازم تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها، وتنزل تكتب لي كومنت حلو عشان اطلعه معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله. ويعني الفيديو ده متعوب عليه جدا لان انا بقالي كتير قاعد بخطط لكم في المفاجاه دي. تمام، الموبايل ده تعبت جدا على بال ما لقيته. تمام، فما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعك الكلام ده كله. تمام كده، بس كده، سلام عليكم.